طيب، السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن الابستراكت كلاسز والانترفيسز، ميتنج 6. في المحاضره بتاعت النهارده هنعرف يعني ايه اصلا ابستراكت كلاس، وليه بنستخدمه، وازاي نديزاين ابستراكت كلاس، وهنسبيسيفاي الكومن بيهيفير للاوبجكت باستخدام حاجه اسمها انترفيسز، وهنعرف عن انترفيس وفايدته ايه، وايه الفرق بين الانترفيس والابستراكت كلاس، وهنفرق بينهم ونقول ليه بنستخدم ده ونستخدم ده، وهنقول كمان ايه السيميلاريتيز والديفرنسز بين الكونكريت كلاس والابستراكت كلاس والانترفيسز عشان نفرق بينهم كويس. وكمان هنقول شويه جايد لاينز كده ازاي تعمل الكود بتاعك صح ومظبوط ويبقى افيشنت. اولا يا جماعه، الابستراكت كلاس ده عندي كلاس بيبقى جواه حاجه اسمها ابستراكت ميثودز. يعني ايه ابستراكت ميثود؟ يعني ميثود مش فيها امبلمنتيشن. بص كده تحت، اللي هي الميثود اللي تحت دي، انا عامل السيجنتشر او الهيدر بتاعها وعامل سيمي كولون، مش عامل جواها اي حاجه، فده بنسميها ابستراكت ميثود. ابستراكت ميثود يعني ميثود حاطط اسمها بس والهيدر بتاعها الريتيرن ايه والبارامتر بتاعتها ايه، ومش قايل هي بتعمل ايه. طيب دي لازمتها ايه؟ لازمتها علشان ان اول اسم من الكلاس ده لازم الكلاس اللي تشايلد او اللي هيورث من الكلاس ده لازم هو يعمل اوفر رايد او يمبلمنت الميثود دي، وهنتكلم بعد شويه ليه يعني، وهندي امثله. يبقى الاول يا جماعه، طيب انا هعرف كلاس ابستراكت ازاي؟ بس بضيف كلمه ابستراكت بعد بابليك او البابليك ابستراكت كلاس وادي له اسم. طب انا عندي ميثود عايز اعمل ميثود او فانكشن ابستراكت، برضو بحط جواها قبلها قبل الريتيرن بتاعها هنا كده بعد بابليك بحط كلمه ايه؟ ابستراكت. وطالما عندي ميثود ابستراكت يبقى لازم عندك يبقى الكلاس بتاعك ابستراكت. خلاص كده؟ يبقى طالما عملت ميثود جوه الكلاس ابستراكت يبقى لازم الكلاس يكون ايه؟ يكون ابستراكت. يبقى الابستراكت كلاس في الكومون سيت اوف ميثودز، مجموعه من الميثود الكومون خلاص، وفاريبلز ايضا. الميثود دي لازم حضرتك تعملها اوفر رايد او تعملها امبلمنتيشن جوه التشايلد، جوه التشايلد. جميل كده يا شباب؟ عن طريق انها اوفر رايد الميثود دي او هكتب جواها الامبلمنتيشن. ممكن كل كلاس يورث يكتب امبلمنتيشن بطريقته. اقول لك مثال بسيط خالص. لو انا عندي ميثود اسمها سبيك خلاص، وفي كلاس اسمه انيمال، عامله ابستراكت كلاس وعملت السبيك دي عملتها ابستراكت ميثود، يعني مش هعمل جواها اي امبلمنتيشن. طيب ورث كلاس اسمه مثلا دوج، فالصوت بتاعه انا لما اقول له سبيك فالمفروض هيكتب ان الصوت بتاعي كذا كذا او هيحط الصوت بتاعه. طيب في عندي كات صوت مختلف، في عندي دوك صوت مختلف اند سو اون. خلاص يبقى كل واحد بيورث من الكلاس الاساسي بتاعي او الابستراكت كلاس اللي فيه الميثود الابستراكت دي، كل كلاس زي دوج وعندي كات وكاو ولاين اند سو اون، كل كلاس بيحط امبلمنتيشن بطريقته. خلاص كده يا شباب؟ الفكره بس كده واصله يعني ايه ابستراكت ميثود يعني ايه ابستراكت كلاس؟ وصل الفكرة يا شباب؟ يا دكتور مع حضرتك. ممتاز. يبقى خلي بالك من الحتة دي، ما اقدرش اخد اوبجكت من الكلاس الابستراكت. يبقى الكلاس الابستراكت ما ينفعش تاخد منه اوبجكت. امال ايه؟ بعمل منه انهيرتنس. بعمل منه ايه؟ انهيرتنس او بورث منه. ده كانه بيز كلاس بالنسبة لي او سوبر، بورث منه بيطلع منه شيلدرن. خلاص يا شباب؟ يبقى كانت كريت انستنس من الابستراكت كلاس ولكن ممكن استخدمه كديتا تايب. خلاص الابستراكت كلاس بعملها ازاي؟ قلنا بنحط كلمه ابستراكت بعد بابليك كده قبل الكلاس، وهنا برضو الميثود بحط بقول بابليك ابستراكت واكمل عادي جدا. وابستراكت يعني ايه؟ يعني مفيش جواه امبلمنتيشن، في فاصله منقوطه في نهايتها كده، معناها ان انا هامبلمنت، ولازم بقى الكلاس اللي هيورث من الكلاس ده لازم يمبلمنت او اوفر رايد الميثود دي. يبقى اي ميثود عندك ابستراكت
معموله علشان الكلاس اللي هيورث او الكلاسز اللي هتورث كل واحد يمبلمنت بطريقته، زي المثال اللي قلت بتاع ساوند او سبيك اللي قلت عليه من شويه. طيب في عندي حاجه اسمها كونكريت كلاس. الكلاس يا شباب اللي جواه كل الميثودز معمول لها امبلمنتيشن، ده بنسميه كونكريت كلاس. يبقى عندي ابستراكت كلاس في ميثود او اكتر، ابستراكت مش معمول لها امبلمنتيشن خلاص. انما الكونكريت كلاس كل الميثودز اللي جواه معمول لها امبلمنتيشن، يعني ما فيش جواه ولا ميثود ابستراكت. يبقى الكونكريت كلاس ده الكلاس بقى في كونكريت سب كلاس. الابستراكت كلاس احنا قلنا مش هينفع ناخد منه اوبجكت، امال ايه؟ هيبقى في كلاس سب كده هيورث منه، ولازم الكلاس اللي هيورث يبقى كونكريت. يعني ايه كونكريت؟ يعني يمبلمنت كل الميثودز الابستراكت، يحط لها ايه؟ كود، يعني هنعمل اوفررايد. يعني يبقى الكونكريت سب كلاس از نيدد تو اكستند ابستراكت كلاس، يورث من الابستراكت كلاس، قلنا ان الابستراكت كلاس مش هينفع ياخد منه اوبجكت، والسب كلاس هيمبلمنت الابستراكت ميثود بنفس الموضوع بنفس الهيدر، بس هيعمل اوفر رايد بدل السيمي كولون هيفتح كيرلي براكت ويكتب جواه ويقفله ويكتب جواه اللي انت عايزه. يبقى احنا اتفقنا كلمه كونكريت كلاس هو فولي امبلمنتد كلاس ما فيش فيه اي ميثود ابستراكت. كونكريت ميثود الميثود اللي انت عامل جواها امبلمنتيشن خلاص معايا. يبقى الكونكريت سب كلاس الكلاس اللي تشايلد اللي هيورث من الابستراكت كلاس ده از اكستندد فروم ابستراكت كلاس، هيورث الابستراكت كلاس شود امبلمنت اول ذا ابستراكت ميثود. يبقى علشان كده بنقول اللي تشايلد او السب بتسميه كونكريت. كونكريت ليه؟ لان كل الميثودز اللي موجوده ابستراكت لازم يحط لها امبلمنتيشن خلاص كده، حتى لو مش هيستخدمها. يبقى اتفقنا الابستراكت كلاس يوجوالي ديفاين ابستراكت ميثود ذات ار ذن اوفر ريدن، هعمل لها اوفر رايد في الكونكريت سب كلاس او سب كلاسز اللي هتورث من الابستراكت كلاس. جميل يا شباب؟ في اي مشكله؟ طيب ركز، ينفع الكلاس يبقى ابستراكت ومفيش جواه ولا ميثود ابستراكت؟ الاجابه ايوه ينفع. طيب هيبقى كده فرق ايه عن الكلاس الكونكريت؟ بس خلي بالك لو الكلاس جواه اي ميثود ابستراكت لازم تخليه ابستراكت، يبقى الكلاس تقول بابليك ابستراكت كلاس. طب ينفع الكلاس يبقى ابستراكت ومفيش جواه ولا ميثود ابستراكت؟ ايوه ينفع. تقول لي ما هي كده فرق ايه عن الكونكريت كلاس؟ الكونكريت كلاس جواه كل الميثودز معموله امبلمنتيشن، والابستراكت كلاس اللي انت عملته ده وعامل امبلمنتيشن لكل الميثودز، ما هو ده بقى زي ده. حد يعرف يقول لي بقى في فرق صغير ايه هو؟ حد عنده اي اجابه يا جماعه؟ تاني انا عندي الكلاس العادي اللي مش ابستراكت، كل الميثودز اللي جواه معموله امبلمنتيشن، ميثود اسمها سم اسمها سبتراكت برودكت مش عارف برنت، وعامل جواها بتعمل ايه؟ طيب ما هو ده كونكريت كلاس. طب لو انا عملت كلاس عملته ابستراكت وعملت كل الميثودز اللي جواه كونكريت، يعني كل الميثودز اللي جواه عامل لها امبلمنتيشن، ينفع؟ هينفع. طب كده هيبقى ايه الفرق بين الابستراكت كلاس؟ ما انت عامله بتقول بابليك ابستراكت كلاس، والكلاس اللي هو كونكريت مش فيه مفيش فيه كلمه ابستراكت. هيبقوا الاثنين زي بعض ولا في فرق بينهم؟ حتى لو الابستراكت كلاس ما فيش جواه ولا ميثود ابستراكت، في فرق صغير. ها اي اجابه كده يا جماعه؟ يعني قول اي اجابه ممكن تطلع صح. هي يا شباب تسمعيني الاول يا جماعه؟ اه يا دكتور مع حضرتك. تمام. يعني احنا طيب احنا قلنا يا جماعه في الاول الابستراكت كلاس ينفع تاخد منه اوبجكت؟ لا. بس ده الفرق. يبقى حتى لو انت عامل جواه كل الميثودز معمول لها امبلمنتيشن، بس هيبقى الفرق بين الابستراكت كلاس والكونكريت كلاس، مع ان الاثنين معمولين بامبلمنتيشن، الكونكريت كلاس هينفع تاخد منه اوبجكت من الكلاس انستنس او اوبجكت، انما الابستراكت مش هينفع تاخد منه اوبجكت، ينفع تورث منه بس. وصلت كده يا شباب؟ اه تمام يا دكتور. ممتاز. وخلي بالك كمان عادي مسموح انك ديكلير فاريبل ابستراكت عادي جدا. خلاص؟ يبقى اتس بوسيبل تو ديكلير فاريبلز اوف ان ابستراكت كلاس ايه؟ طيب
يبقى variable من الكلاس عندي. يبقى ما ينفعش اخد اوبجكت، ولكن ينفع اعرف variable من نوع الكلاس الابستراكت اللي عندي ده. ينفع؟ ينفع، زي ما قلنا احنا ما ينفعش اخد اوبجكت، ولكن ممكن استخدمه كديتا طيب. وتقولنا it is not possible to create the object of an abstract class. ده شيء عظيم جدا جدا. طيب تعال عندي الابستراكت كلاس والابستراكت ميثود، تعال نقول ايه تاني. طيب when to use abstract classes. الابستراكت كلاسز لو انت عايز تعمل كلاس خلاص، مش عايز حد ياخد منه اوبجكت، لا الكلاس ده معمول علشان كل الناس تورث منه وتاخد الميثودز دي اللي انا كاني عاملها كومون او جينيريك كده، وكل واحد ياخدها يعمل لها امبلمنتيشن بطريقته. كل واحد ياخدها يعمل لها امبلمنتيشن بطريقته. خلاص كده. يبقى يوجوالي وين يو هاف ميني كلاسز ذات هاف كومون فيتشرز، طبعا لها في كومون اتريبيوتس فاريبلز يعني مشتركه، كومون ميثودز لها نفس السيجنتشر والامبلمنتيشن، والكومون ميثودز ذات هاز ذا سيم سيجنتشر بات ديفرنت امبلمنتيشن، اللي هو زي ما قلنا بتعمل الميثود وبتعمل لها امبلمنتيشن في كلاس اكس وكلاس واي وكلاس زد، زي قلنا الانيمال عندي سبيك وسايبينها فاضيه، وعند الايه عند الدوج قلنا يطبع صوت الدوج، عند الكات يطبع عن صوت. خلاص. يبقى لو احنا عملنا abstract class super class have all common features wherein the common methods that have same signature but different implementation. الكل class implement زي ما هو عايز abstract ايه method. جميل. قلنا abstract class بيبقى عندي عند حضرتك فيه على الاقل لو انت عامل abstract class بيبقى جواه abstract method. بس خلي بالك لو انت عملت abstract class مش جواه ولا method abstract ينفع. مفيش مشكله تمام، بس قلنا ايه الفرق، ان مش تاخد منه اوبجكت، هتعمل منه انهيرتنس. خلاص ماشي. وفي الحاله دي بتحتاج انت كونكريت سب كلاس، كلاس بقى ينهرت من الابستراكت كلاس ده ويمبلمنت كل الابستراكت ميثودز اللي موجوده. طيب تعالوا ده اليو ام ال او الكلاس دايجرام. انا عندي جيومتريك اوبجكت او الشيب، فاكرين اللي عملناه المره المحاضره اللي فاتت، ده كلاس ودول اتنين كلاسز بينهرتوا منه اللي هو السيركل والايه والريكتانجل. طيب احنا عارفين طبعا بنحط الاتريبيوتس او الفاريبلز فوق، وبعد كده تحت هنا الكونستراكتورز والايه والميثود. اتفقنا الماينس معناها برايفت والبلس معناها بابليك. طيب والهاش الشباك دي معناها بروتكتد، الشباك معناها ايه بروتكتد. طيب والايتاليك لما اعمل ميثود اعملها مايله كده، دي معناها ابستراكت. يبقى لما تشوف كده في الكلاس دايجرام عندك، يبقى انت عرفت خلاص دي كده عرفت انها ابستراكت ميثود. منين؟ من انها معموله ايتاليك او مايله يعني. خلاص. يبقى الجيت اريا والجيت بريميتر عملتهم ابستراكت. ابستراكت يعني ما عملتش كوم امبلمنتيشن. واحد يقول لي ده صح، اقول لك ده هو ده عين العقل. ليه؟ هل الاريا بتاعت السيركل معادلتها زي الاريا بتاعت الريكتانجل؟ تقول لي لا، السيركل باير سكوير وريكتانجل لينس في الويدث او الويدث في الهايت. فبالتالي انا سبت لك دي فاضيه، اما تورث بقى هنا ده الكونكريت سب كلاس اللي بيورث من الابستراكت كلاس ده يمبلمنت الميثود دي بطريقته، وده برضه لما يورث من الكلاس ده يمبلمنت الجيت اريا بطريقته. نفس القصه جيت بريميتر، المحيط هنا بيتحسب بطريقه 2 باي ار، والمحيط هنا بيتحسب بطريقه ثانيه اللي هو الويدث في هايت ايه؟ الطول زائد العرض في 2، ده زائد ده في ايه؟ في 2. خلاص يا شباب؟ وصلت؟ يبقى عرفنا ليه عملنا الاثنين ميثودز دول ابستراكت، لان هو كل كلاس بيورث بيمبلمنت بطريقته بقى. لان قلنا هنا تبقى غير هنا غير هنا غير هنا، لو انت عملت بقى حاجه ثالثه رابعه كيوب مش عارف ايه انسو. طيب الكونسبت بس واصل يا جماعه ولا محتاج توضيح؟ بس يا ريت مثال عملي يا دكتور. حاضر. ما هو المثال ده جاي حالا اهو، المثال ده بس انت فاهمه هنطبقه بس. ماشي. وصلت؟ يبقى انت فهمت ده كلاس اهو جوه ميثودز ابستراكت اهي، وده كلاس هيورث منه وده كلاس هيورث منه، والفاريبلز ايه والفاريبلز، وعند حضرتك الايه الكونستراكتورز والميثودز وكل حاجه. جميل كده؟ تمام. واصل؟ هو ده 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 مثال بس، انت استوعبته صح كده شعبان اللي بيسال؟ تمام. تعالى بعد كده ادي العمل بتاعه الامبلمنتيشن بتاعه. جينا عملنا الكلاس، بس خلي بالك هنا لازم نزود ايه؟ نقول public abstract. لو انت عايز geometric object عايزه يبقى abstract، يبقى هنزود قبل كلمه class ايه؟ abstract. abstract. الله ينور عليك، صح كده؟
هنا بس كلمة ابستراكت ناقصة، اوعى تنسى. ماشي. ماشي؟ مش مشكلة، دي تايب وخطأ مطبع، مش هتفرق. وهنا عملنا برايفت سترينج كولر فيها الوايت ده ديفولت، وعملت برايفت بوليان فيلد اللي كنا عملناها المرة اللي فاتت لو تفتكروا، وده ديت كرييتد، وقلت له بروتكتد جيومتريك اوبجكت. خلاص كده يا شباب؟ واحد يقول لي وينفع تعمل عند حضرتك دي يعتبر ايه، كونستراكتور يا جماعه ولا تعتبر ميثود؟ ايه رايكم؟ دي كده كونستراكتور ولا ميثود عاديه؟ لا كونستراكتور، ليه عرفت ليه مش ميثود عاديه؟ لانه هي على نفس الكلاس، ما هو نفس الكلاس. اسم نفس وملهاش ريتيرن، صح كده؟ الميثود لازم تلاقي قبلها انت يا دبل يا فلوت يا فويد، صح ولا لا؟ فانت بتعرفها نفس اسم كلاس وملهاش ريتيرن. الله ينور. هنا بس كده بيقول بيطبع لي ديت كريت، بياخد الديت بتاعه، وبعد كده ده كده ده كونستراكتور تاني بس بياخد سترينج كلر وبوليان فيل، وبيحط الديت وبيحط زيس كلر بيساوي كلر، بحيث اللي فوق دي يشيل الايه الديفولت دي يحط الكلر اللي تديه له، وفيلد لو انت الديفولت بتاعها فولس هياخد هنا اللي تديه له، وتروي اللي بيه تروي هكذا. قلنا ده زيس اللي هو دوت كلر بيساوي الكلر، يعني القيمه بتاعت الاوبجكت تحط فيها القيمه اللي تديها لي هنا اللوك. عملت ميثود اسمها جيت كلر ترجع سترينج اهو، قلت له ريتيرن كلر، وعملت ميثود اسمها سيت كلر ما ترجعش حاجه بس بتدي الكلر، بقول سيت كلر بيساوي كلر، وعملت ميثود بوليان از فيلد بتترن الفيلد، وعملت عند حضرتك اهو سيت فيلد، وبعدين جيت ديت كريتد ترن من نوع ديت، خلاص ريتيرن تايب بتاع من نوع ديت بيرترن ديت كريتد، وعملت قلنا لازم نعمل اوفر رايد لتو سترينج عندك والايكوال تو سترينج، قلت له هنا جواها اطبع كريتد اون وديت كريتد والكلر والفيلد. ده كده شفناه المره اللي فاتت. ايه اللي زاد؟ اللي زاد دول الاثنين دول. دول اثنين ميثودز ايه؟ ابستراكت. عملتهم ازاي؟ قلت له بابليك وزودت كلمه ابستراكت بتريترن دبل واسمها جيت اير. خلاص كده؟ وعملت سيمي كود. مفيش امبلمنتيشن. ليه؟ لان الامبلمنتيشن انا هعملها في الايه؟ في الكونكريت سب كلاس اللي هو السيركل او الريكتانجل اللي هيورث او هيكستند الايه؟ الجيومتريك شيب او جيومتريك اوبجكت. نفس القصة عملت الجيت بريميتر ترو بابليك ابستراكت دبل جيت بريميتر، يبقى دول كده يبقى لازم هنا نزود هنا بابليك او بابليك ابستراكت ايه كلاس. في مشكلة يا جماعة؟ صعبة دي؟ في حد بس مش فاهم دي يا جماعة؟ مش فاهم الكلاس ده اتعمل ازاي؟ معلش يا دكتور، بس اللي هي البروتوتايب دي بتعمل ايه؟ البروتكتد دي معناها اللي يشوف الحاجه دي الكلاسز اللي وارثه مني بس. خلاص يبقى قلنا ايه الفرق بين البابليك والبروتكتد؟ البابليك تتشاف من اي مكان، كلاس ده بره الكلاس ده من الباكج بره الباكج مفيش مشكله، انما البروتكتد مين اللي يشوفها؟ الكلاس والكلاسز اللي وارثه منه. وصلت كده؟ تمام. لان كده كده انت عامل الابستراكت كلاس عشان يتورث، صح ولا لا؟ صح. خلاص فبروتكتد كويس لان كده كده لازم حد يعمل له انهيرتنس ويستخدم اللي جوه. ماشي. طب عملت كلاس اسمه سيركل بقى. هيكستند اهو الجيومتريك شيب. وعمل الميثودز عادي جدا اهو، بس خلي بالك بقى هتلاقي في اثنين ميثودز معمول لهم امبلمنتيشن. قلت بابليك دبل جيت اريا، قلت له بتريترن الريديوس في الريديوس في الماث دوت باي اللي هي باي ار سكوير. وعملت هنا الجيت بريميتر بتريترن اثنين في الريديوس في الباي. دي في الكلاس بتاع الايه؟ بتاع السيركل. وعملت اوفر رايت للتو سترينج وقلت له اطبع لي السيركل از والسوبر دوت تو سترينج بلس اند الريديوس از والريديوس. ماشي كده يا رجاله؟ في اي مشكله؟ جميل؟ تمام يا دكتور. طيب في حد بس عنده اي سؤال؟ تحت امره الحته دي؟ في حاجه مش واضحه؟ ده كده الكونكريت سب كلاس اللي هو ورث من الابستراكت كلاس وعمل امبلمنتنج اهو للايه؟ الميثودز دي بطريقته. تعالى كلاس ثاني عايز يورث، ما يورث او كلاس ثاني اسمه ريكتانجل بيكستند الايه؟ الكلاس اللي عندي هو ايه؟ اللي هو الجيومتريك اوبجكت. تمام يا رجاله؟ وبعدين هو عمل كل حاجه وجه على اثنين ميثودز بتاع جيت اريا، بس هنا خلاها ايه؟ الويتس في الهايت، البريميتر اثنين في الويتس زائد الهايت. خلاص؟ واصله يا رجاله؟ وعمل برضو اوفر رايد للتو سترينج، يبقى ده زي ريكتانجل از بلس سوبر سترينج الهايت والويتس.
مستوعبين بس يا جماعة كده الدنيا ماشية ازاي؟ ممتاز. طيب يبقى خلي بالك الابستراكت كلاس وزود ابستراكت ميثود، a class that contain abstract method must be abstract. يبقى لو انت عامل ميثود ابستراكت يبقى لازم الكلاس بتاعك تزود فيه كلمه ابستراكت. طيب طب هل ممكن زي ما قلنا من شويه ان يبقى عندي كلاس ابستراكت والميثودز اللي جواها كلها كونكريت؟ مش عادي جدا. يبقى however it's possible to define an abstract class that contain no abstract methods. In this case you can't create an instance او قلنا الفرق بقى. انك ما تقدرش تاخد instance من الكلاس باستخدام النيو اوبريتور ولكن الكلاس ممكن تستخدمه ك data type. جميل. يبقى عندي sub class اللي هيورث من الكلاس بتاعي can be abstract even if its super class is concrete. يعني ايه؟ يعني ممكن class abstract يورث من class عادي مش abstract؟ ايه المشكله؟ في عندنا يا جماعه في الجافا في class اسمه object. الكلاس ده ابو الكلاسز، اكبر class اللي كل الكلاسز بتاخد منه اسمه object. class الاوبجكت ده concrete عادي. class معمول methods اللي فيه implementation. طيب لو انا عملت كلاس اسمه سيركل، ما هو ده كده معناها من غير ما نكتب بيكستنس اوبجكت، بس انت ما بتكتبهاش، هو الجافا عاد انه كله بيورث منين؟ من اوبجكتس. يعني البشر كلهم ابناء سيدنا ادم معروف خلاص كده، فانت مصطفى ابن احمد ابن ابراهيم ابن علي ابن اكس ابن واي ابن زد، في النهايه نسبك لسيدنا ادم صح؟ نفس القصه هنا، في عندك كلاس اللي هو ابو الكلاسز اسمه الاوبجكت، فانت لو عملت اي كلاس كده كده اوتوماتيك الجافا بتكمل لك جمله اكستنس ايه؟ اوبجكت. خلاص؟ معايا يا شباب؟ يبقى عادي؟ عادي ينفع كلاس ابستراكت يورث كلاس مش ابستراكت زي الاوبجكت، كلاس ده كونكريت خلاص؟ but its sub classes such as geometric object ده ابستراكت عادي مفيش مشكله. its sub class اللي هو التشايلد اللي بيورث من الابستراكت كلاس يقدر يوفر رايت الميثود خلاص اللي هو ورثها منين؟ من الابستراكت كلاس. جميل يا شباب. يبقى سب كلاس كان اوفر رايت ا ميثود فروم اتس سوبر كلاس تو ديفاين اتس ايه؟ ات ابستراكت. يعني ايه؟ يعني انا ميثود فوق مش ابستراكت معمول لها امبلمنتيشن. ينفع الكلاس اللي يورث يوفر رايد الميثود دي ويخليها ابستراكت؟ ينفع. قلت لك ترو فولس ينفع؟ ينفع. خلاص؟ السب كلاس يقدر اوفر رايد ميثود من السوبر كلاس ويخليها ابستراكت عادي، وده نادر يعني، ما بيحصلش كتير يعني. ماشي يا شباب؟ ده بيحصل امتى؟ لو انت عندك السوبر كلاس البيرنت عنده ميثود فيها امبلمنتيشن. خلاص عامل انت مثلا ميثود للناس البارت تايمر، الناس اللي بيشتغلوا بالساعه مثلا مش المعينين او العماله المؤقته اي حاجه يعني، وانت خلاص خدت قرار عند حضرتك ان انت ما فيش عندك كل الناس معينه، فبالتالي الميثود دي الامبلمنتيشن اللي جواها او الرولز اللي جواها ما عادش ليها لازمه، يبقى تبقى يوسفل لما الامبلمنتيشن بتاعت الميثود في السوبر كلاس تبقى ما لهاش لازمه في السب كلاس، فبالتالي توفر رايد انت الميثود دي وتخليها ابستراكت عشان اللي يورث منك بعد كده يحط فيها اللي هو عايزه. ينفع ابستراكت كلاس استخدمه كداتا تايب؟ ايوه ينفع. مش الجيومتريك اوبجكت ده كلاس ابستراكت؟ ايوه. فاخدت منه اعتبرته كداتا تايب هنا، فقلت له جيو خلاص عرفت جيو دي اري من نوع جيومتريك اوبجكت ايكوال نيو جيومتريك اوبجكت، عشان كده عرفت اري خلاص من نوع اسمها جيو من نوع جيومتريك اوبجكت وفيها 10 اليمنتس. خلاص يا جماعه خلي بالك وي ار نوت كرييتنج جيومتريك اوبجكتس، احنا عملنا ايه؟ جيومتريك ريفرنس. خلاص انا بس عملت اراي من نوع جيومتريك اوبجكت. يبقى يو كانت كرييت انستنس من ابستراكت كلاس باستخدام النيو اوبريتور بط، الابستراكت كلاس ممكن تستخدمه كديتا تايب زي هنا عملت اراي من نوع جيومتريك اوبجكت. الفولوينج ستيتمنت ويتش كرييت ان اراي هوز اليمنتس R of geometric object type is correct. خلاص لان انا استخدمته كداتا تايب مش كده باخد منه object.
طيب يبقى هنا يبقى نقدر نستور ريفرنس للاوبجكتس سب كلاس جيومتريك اوبجكت في الاري. ايوه ممكن اقول جي اوف 0 خلاص ايكوال نيو سيركل او عادي خلاص احط فيه سيركل عادي جدا وبصله. واحنا اتفقنا يا جماعه ينفع الجيومتريك ده والكبير صح، ينفع تحط جوه الايه السيركل اللي هو الايه السب او الازر، ممكن تقول بيساوي نيو ايه ريكتانجل بياخد 3 او 4 عادي جدا خلاص. جميل يا شباب، واقدر اطبع عادي جدا اقول له جي اوف 0 دوت جيت الاريا، هيانفوك الجيت اريا بتاعت السيركل ايه السيركل كلاس، لان انت هنا حاطط فيه السيركل والثانيه حط فيها ايه ريكتانجل عند ساعتك. يبقى ده يا جماعه الابستراكت كلاس، وبنستخدمه امتى الابستراكت كلاس؟ بنستخدمه امتى؟ لما يكون عندك ميثود او اكتر الامبلمنتيشنز بتاعتهم بتختلف من كلاس للتاني. زي المثال قلنا بتاعه هو اللي لسه شارحينه بتاع الجيت اريا والجيت بريميت، حساب الاريا والمحيط على حسب بقى الكلاس اللي هيورث، في مربع مثلث مستطيل مش عارف دايره، كل حاجه من دول لها ايه لها معادله، فهي بتبقى فاضيه وكل واحد بيورث بايه بامبلمنت بطريقته. وقلنا طالما عملت ميثود ابستراكت يبقى لازم الكلاس يبقى اسمه ابستراكت، بس الكلاس اسمه ابستراكت ممكن تعمل كل الميثود اللي جواه عادي جدا مش ابستراكت، وده شغال معانا عادي جدا جدا. ده الموضوع الاولاني. الموضوع الثاني اللي عايزين نتكلم فيه يا شباب الانترفيسز. يعني ايه انترفيسز واهميتها ووظيفتها وبتعمل ايه؟ بصوا يا شباب، هو في تشابه كبير بين الانترفيس وبين الابستراكت كلاس. في ايه؟ في ان الانترفيس بعمل جواه ميثود خلاص كده، هو كلاس لايك، هو شبه الكلاس يعني ما تبقاش كلاس ار، بس يعني هو بيقول كلاس لايك. كل الميثودز اللي جواه لازم تبقى ابستراكت. احنا قلنا ممكن يبقى عندنا ابستراكت كلاس، ممكن ما يكونش جواه ولا ميثود ابستراكت، ممكن جواه ميثود او اثنين او ثلاثه مش مشكله، وثلاثه معمول امبلمنتيشن. انما الانترفيس لا، لازم ماست كل الميثودز اللي جواه تبقى ابستراكت، مش بس كده، وكل الاتريبيوتس اللي جواه يبقوا كونستانتس ثوابت فاينل يعني خلاص. يبقى الانترفيس في ليست اوف ميثودز ذات جروب اوف ان ريليتد كلاسز شود امبلمنت. يعني ايه؟ يعني الانترفيس من ضمن استخداماته المشهوره ان هنقول مثلا عند حضرتك عايز تعمل جواه ميثود او حاجه تسميها كومبارابل مثلا، يعني كل حاجه اوبجكتس اقدر اقارنها ببعض. طيب ايه الانترفيس كومبارابل ده؟ ده علشان حضرتك انت عند حضرتك خدت اوبجكت وعملت امبلمنت، يعني خلاص عملت امبلمنت، ما هو احنا بنورث كلمه الوراثه اكستند، الانترفيس بنورث كلمه بقى حاجه اسمها امبلمنت بطبقه يعني خلاص. انا عايز اقارن بين اثنين طلاب، فهقول له قارن حسب الجي بي اي، طب اثنين موظفين حسب السالري اند سو اون خلاص. معايا يا شباب؟ بيبقى في ليست اوف ميثودز اقدر استخدمها مع كلاسز كتير. ما تقول لي كلاس الامبلوي غير الستودنت غير الثالث غير الرابع، يبقى كلاس ده والكلاس ده والكلاس ده والكلاس ده يقدر يستخدمه كومبيرابل، بس هيكمبير الطلاب بالجي بي اي. انا هقول انا بقى هامبلمنت انا زي ما انا عايز، وكمبير الموظفين بالسالري مثلا. واصله يا شباب؟ فيها مشكله؟ طيب يبقى الانترفيس هو شبه الابستراكت كلاس، بس ولكن الانترفيس هو عندي الوظيفه بتاعته مختلفه شويه، لان انا بعمل حاجه كومون تقدر تشغلها في اكتر من كلاس مختلف. زي عندي كومبارابل زي ما قلنا ايدبل اللي هو بيتاكل، يعني حاجه بتتاكل. انا عايز اقول مثلا انا عندي مثلا فاكهه زي المثال اللي جاي وسمك وعندي مش عارف تشيكن، الثلاثه بيتاكلوا، بس مثلا طريقه اكل الفاكهه غير اكل السمك غير اكل منسوق صح كده. كلونابل اقدر اخد من الحاجه دي نسخه، يبقى دي بنعملها انترفيس. انترفيس بنعمل الحاجات اللي هي الكومون بين اكتر من كلاس مختلف. جميل. يبقى الانترفيس ار لايك كلاسز بات زي مي اونلي هاف، لازم يبقى فيها كل الميثودز اللي فيها ابستراكت ميثودز، ما ينفعش يبقى فيها ميثود فيها امبلمنتيشن خلاص. اوتوماتيك باي ديفولت
كل الميثودز اللي في الانترفيس هي بابليك، يعني لو ما كتبتش بابليك هو عاملها بابليك. طيب والكار واللي فيه كونستانتس، ما فيش فيه انستانس فاريبلز، يبقى اول كونستانتس عندي بابليك ستاتيك فاينل. طب لو ما كتبتش قلت ما قلت بابليك ستاتيك فاينل اكس انت اكس خلاص. طيب لو انت قلت انت اكس على طول بدون بابليك ستاتيك فاينل هو اوتوماتيك باي ديفولت اي حاجه بتبقى بابليك ستاتيك فاينل، ماشي كده كونستانتس يعني يا شباب. جميل. الانترفيس از نوت ا كلاس اند ويل هاف نو انستانس، خلاص ما اقدرش اخد منه ايه انستانس او اوبجكت. جميل يا شباب. هاز نو اتريبيوتس ونو كونستراكتور. الانترفيس بقى له فايده في حته كمان يا جماعه. احنا اتفقنا في عندنا مشكله في الانهيرتنس في الجوب، ايه هي؟ ان انت عندك سنجل انهيرتنس. يعني ايه سنجل انهيرتنس؟ يعني انا بورث من كلاس واحد، ما ينفعش عندي مالتي انهيرتنس يبقى تشايلد يورث من ابين، صح ولا لا؟ صح يا شباب معايا؟ معايا رجاله؟ ممتاز. لو حد عنده سؤال يسال في اي وقت يا جماعه الله يخليكم، عشان بس بقى لا لما الاقي الناس ساكته يعني معناها مش فاهمه او في مشكله، يعني تابعوا معايا. طيب احنا لو انت بقى بنحل مشكله المالتيبل انهيرتنس بنعمل انترفيسز بقى، تعمل انترفيس واثنين وثلاثه واربعه. في الحاله دي يقدر الكلاس يمبلمنت كانه بيورث يعني انترفيس واثنين وثلاثه واربعه، بس احنا عشان نفرق بين الانترفيس والكلاس بنقول انهيرت خلاص، يعني بيورث بالكي وورد اكستنس. لما تشوف اكستنس معناه كلاس، تشوف كلمه امبلمنت بيمبلمنت او بيطبق ده انترفيس، تقدر تمبلمنت انترفيس واثنين وثلاثه واربعه وخمسه خلاص. فيبقى تو موديل مالتيبل انهيرتنس تو انهيرت فروم مالتيبل انترفيسز اقدر امبوز بقى مالتيبل سيت اوف بيهيفيرز او مالتيبل انترفيسز واقدر اعمل لهم امبلمنت عادي جدا جدا. قلنا الانترفيس هو سبيشال كلاس وبنعامله معامله الكلاس خلاص، وكل انترفيس بيتعمل له كومبايليشن في سيبريت بايت كود زي الكلاس نفس القصه. وشبه الابستراكت كلاس ما تقدرش تكريت انستنس او اوبجكت من الانترفيس باستخدام النيو كريتور، مش يا شباب؟ خلاص. تقدر تستخدم ان انترفيس از داتا تايب فور ا فاريبل، ايوه زي ما قلنا فين في الابستراكت كلاس، ماشي. طيب عايز اعرف انترفيس، ده سهل خالص، تقول بابليك بدل كلمه كلاس تقول كلمه انترفيس، يبقى بابليك انترفيس وسميه اي اسم. ولازم كل اللي جواه ما فيش فاريبلز لا كونستنتس، وكل الميثودز اللي جواه ابستراكت، كل الميثودز اللي جواه ايه؟ ابستراكت. على سبيل المثال عملت بابليك انترفيس ايدبل اللي هو بيتاكل يعني، وعملت بابليك ابستراكت سترينج هاو تو ايت ومش عامل لها امبلمنت، عامل لها ابستراكت. يبقى لما تعمل بقى بتاع ده فروت تقول بقى تتاكل ازاي؟ ما اقول فيش، ما اقول مش عارف ايه، انصور. وقلنا بنستخدم الانترفيس بنعمل له امبلمنت، يعني عندي بابليك كلاس اسمها تشيكن، هنقول بت امبلمنت ايدبل اللي هو انترفيس. خلاص كده؟ انما كلاس بعمل له ايه؟ اكستنس. وهنا بعمل امبلمنتيشن للهاو تو ايت، اهو اعمل جواها اللي انا عايزه، اكتب اللي جواها جواها اللي انا عايزه او تاكل ازاي. طيب نبص يا جماعه على اليو ام ال ده او الدياجرام بسيط خالص ده. انا عندي كلاس اليمنت وهو ميثود اسمها ساوند او سبيك، خلاص كده. طيب واحد يقول لي الكلاس ده انتر ابستراكت ولا لا؟ ها كلاس بتاع انيمال ده ابستراكت ولا لا؟ ايوه. عرفت منين؟ عشان المكتوبه ما يعني الكتابه بتاعتها ممتازه. انت اسمك ايه؟ الكتابه بتاعتها مختلفه. مريم. مريم. برافو يا مريم. مريم يعني ما شاء الله عليك. مريم قالت الانيمال مكتوبه ايتاليك مايله، اه فعرفت ان هو ايه؟ انه ايه؟ ابستراكت. وانترفيس بعمل ورد بس كمان عشان اوضح، كمان بكتب جنبه كلمه انترفيس خلاص يبقى زي الفل كده، واعمل له ايتاليك. هنا دي ميثود اهي عاملها برضو اللي هي الساوند، عاملها ابستراكت، وعامل هنا في الانترفيس هاو تو ايت وعاملها برضو طبعا لازم تبقى ابستراكت. هنا عندي تايجر،
تايجر ده كونكريت سب كلاس بيورث انيمال، فبالتالي هيورث ساوند، فبالتالي لازم يعمل لها امبلمنتيشن. تقول لي بقى صوتك ايه يا عم الحاج؟ وتشيكن بتورث بتكستنس الانيمال، فبالتالي لازم تقول لي صوتك ايه يا حاج انت كمان امبلمنت الميثود دي. انما فروت وتشيكن بتامبلمنت الانترفيس، خلاص كده. فتقول لي بقى هاو تو ايت، تعمل لها برضو عندي هنا امبلمنتيشن بتاكل ازاي. فروت بتامبلمنت الانترفيس ده، صح يا شباب؟ جميل. انما الفروت مش انيمال، ما تورثش من انيمال، هي بس بتامبلمنت الايه الانترفيس. عندي الاورنج ده سب كلاس بيورث من ايه؟ من فروت. وعندي ابل بيورث منين؟ من فروت. خلاص ده الهيراركي كده بتاعي. طيب انا عملت بابليك انترفيس اسمه ايدبل، وعملت جواه بابليك ابستراكت ميثود عندي اسمها هاو تو ايت. جيت عملت كلاس اسمه تشيكن، بابليك كلاس تشيكن اه بيورث انيمال، اهو من عامل كده اهو بيورث ايه انيمال وبي امبلمنت ايدبل، او قلت له امبلمنت ايدبل، يبقى كده ورث ده ورث ده، او عمل له امبلمنت يعني. وجيت هنا الميثود اللي هي هاو تو ايت، قلت له التشيكن اقليها فرايت. وجيت الساوند اللي هو كان عندي في الكلاس، عملت له برضو ايه عندي اوفر رايد، او عملت له امبلمنت، قلت له التشيكن كوك الكوك ادودل دو، يعني صوتها يعني صوت التشيكن كاتس. ماشي يا رجاله؟ يبقى كده ازاي نعمل ابستراكت كلاس، ازاي نعمل انترفيس، ازاي بقى نورث من الاثنين مره واحده. خلاص يبقى انت كده اورثت من ده ورثت من ده، كده حليت مشكله المالتيبل انهيرتنس عن طريق الانترفيس. ماشي عظيم. طب ايه اللي هيحصل لو انا في الانترفيس عملت بابليك انترفيس تي 1؟ لازم اي فاريبلز ما ينفعش، لازم تخليها كونست. تقول بابليك ستاتيك فاينل انت كي بتساوي 1 مثلا، والميثود لازم تبقى ابستراكت وبابليك ابستراكت فويد بي. ايه اللي هيحصل لو انت عملت كده انت كي بتساوي 1 فويد بي؟ تقول لي ايه؟ اقول لك هو بيفهم طالما انترفيس يبقى اوتوماتيك من غير ما تكتب، هو هيضيف لك بابليك ستاتيك ايه فاينل قبل انت. وطالما هو انترفيس اوتوماتيك كل الميثودز اللي جواه ابستراكت، فهيزود لك بابليك ايه ابستراكت، فما تشغلش بقى. لو انت عملتهم كده هو بيفهم، هو قال لك انا فاهم، خلاص ما تقلقش. جميل. يبقى all data fields are public final static and all methods are public abstract in any interface. يبقى علشان كده لو عملت حذفتهم من هنا كده، هو يقول لك ما فيش مشكله، ما تزعلش نفسك انا فاهم. عملت كلاس ولا سوري انترفيس اسمه comparable، عملت انترفيس اسمه comparable وعملته اهو، عملت له قلت public interface comparable هنا عندي طيب عندي اقول ايه، اقول له جوه public int compare to، وتعالى ناخد عند حضرتك نبص كده. هاجي لو انا عايز اكمبير integers ببعض المفروض يقارنهم بشكل، طب اقارن strings ببعض، طب اقارن تواريخ ببعض، تمام. يبقى كل واحد من دول خلاص هيبدا يستخدم compare to دي، يمبلمنتها بايه بطريقته، يمبلمنتها بايه بطريقته. معايا يا شباب؟ يبقى الكومبارابل ده اللي هو بتقارنهم ازاي، يعني مثلا لو موظفين مثلا يعني، او عملت كلاس امبلوي بي امبلمنت الكومبارابل اهو وامبلوي خلاص. جيت هنا جواها طالما بتعمل امبلمنت للانترفيس ده، لازم الميثود كومبير 2 دي تعمل لها ايه اوفر رايد. فهنا هكومبير اثنين موظفين ببعض ازاي؟ اقول والله الكومبير 2 دي خلاص هقارن السالري بالسالري، وهات ريتيرن واحد لو الاولاني اكبر سالب واحد، ماشي كده، لو الاولاني اقل. فين يا رجاله؟ يبقى ده كومبارابل. واروح انا بقى في حاجه ثانيه موظف بتاع سوري طلاب، اقول له الكومبير 2 اعمل لها امبلمنتيشن، واقول له مثلا ستودنت اوبجكت اسمه ستودنت 1 او اسمه اي حاجه او ستودنت اس مش هتفرق. واقول له بقى والله لو الجي بي اي اكبر ريتيرن 1، الجي بي اقل إيه؟
سالب 1. يبقى انا عندي ممكن يبقى عندي كلاس كده ي اكستند كلاس وفي نفس الوقت امبلمنت انترفيس. خلاص كده هنا عندي جيومتريك اوبجكت ريكتانجل ده سب كلاس منه والكومبارابل ريكتانجل سب كلاس من ريكتانجل وفي نفس الوقت بي امبلمنت الكومبارابل ايه ريكتانجل او الكومبارابل انترفيس. خلاص كده وهي اوفر رايد الميثود دي يقول لك ازاي يقارن يقارنهم ببعض. عندي فهنا عندي public class comparable rectangle بيكستند ريكتانجل. حلو جميل جدا بيورث class من ريكتانجل نفس الوقت بيمبلمنت الكومبارابل اللي هو الانترفيس اللي عندي عند حضرتك. جميل كده يا شباب. خلاص وبحط هنا اسم الايه عندي هاخد الاجازه دي جيت جوه الكلاس ده اعمل خلاص امبلمنتيشن للميثودز وتعمل امبلمنتيشن للكومبير تو بقى دي كانت موجوده فين الانترفيس اللي عند سعادتك وتقول بقى والله كومبير ازاي هشوف الاريا بالاريا لو الاريا اكبر اقول له 1 الاريا اقل اقول له نيجاتيف 1 والتو سترنج برضه اعمل لها ايه اعمل لها اوفر رايد قلت له ريتيرن ويدث جيت الويدث والهايت جيت الهايت والاريا جيت الايه جيت الاريا. احنا قلنا الانترفيس استخدامه من ضمن الاستخدامات ان هو عشان المالتي انهيرتنس لان المالتيبل انهيرتنس جافا في جافا نوت الاود فبالتالي استخدام الانترفيس تقدر تمبلمنت بقى انترفيس واثنين وثلاثه واربعه زي المثال ده قلت لك بابليك كلاس مونثلي امبلوي بيكستند امبلوي وبي امبلمنت كومبارابل وسيريلايزابل وامبلمنت اللي انت عايزه عند حضرتك. فيبقى الجافا بتافويد المالتيبل انهيرتنس بروبلمز باي يوزنج الايه الانترفيس. طيب تعالى دي شويه امثله كده بسيطه عشان بس نريفرش الدنيا نشوف احنا فاهمين ولا لا ونشوف عندي الكلام ده صح ولا غلط وليه. بيقول لي في المثال الاولاني بيقول لي عندي اسيوم عندي امبلوي وبيرنت دول كلاسز وكومبارابل وسيريلايزابل دول انترفيسز خلاص ار ذيس ديكلاريشنز فاليد ولا لا او ليه. طيب في رقم ايه بيقول لي كلاس مونثلي امبلوي بي اكستند امبلوي وبيرنت رقم واحد صح ولا غلط؟ عايز واحد واحد كده يجاوب عشان او ايه الغلطه هنا؟ ايه الغلطه في الاولانيه يا جماعه؟ ايه الغلطه في الاولانيه؟ ها يا شباب سامعيني يا شباب؟ سامعيني يا رجاله؟ شباب انتوا معايا؟ معاك يا دكتور. طيب خلينا اول واحده ايه الغلطه اللي فيها احنا قلنا في عندنا مالتيبل انهيرتنس في الجافا قلنا لا فانت ما بتكستند بتكستند كلاس واحد ما ينفعش تكستند الاثنين كلاس فدي اول غلطه يبقى انفاليد ا كلاس كانت انهيرت فروم مور ذان وان ايه سوبر كلاس دي اول ايه اهي بي كلاس اسمه مونثلي امبلوي بي اكستند كومبارابل تقول لي كومبارابل ده نوعه ايه انترفيس لا الانترفيس بتعمله امبلمنت خلاص مش اكستند فبالتالي الثانيه دي غلط برضو لان حضرتك بتامبلمنت مش بتكستند. رقم سي بيقول لي كلاس مونثلي امبلوي بي اكستند امبلوي ماشي اكستند ده كلاس وامبلمنت بيرنت لا ما ينفعش ده بيرنت ده كلاس ما ينفعش اعمل له امبلمنت. جميل يا شباب فيها مشكله يبقى كانت امبلمنت انذر اي كلاس لان ما عندناش مالتيبل ايه انهيرتنس الامبلمنت يبقى للايه للانترفيس. طب دي يقول لي كلاس اسمه مونثلي امبلوي بي امبلمنت كومبارابل وسيريلايزابل ها رقم دي ايه رايكم؟ هو بي امبلمنت تمام كومبارابل ده انترفيس ايوه سيريلايزابل انترفيس ايوه يبقى صح يبقى دي صح مش فيها مشكله خالص. طب ايه
بابليك انترفيس، عملت انترفيس بورتبل بيكستند كومبيرابل. تقول استنى بقى استنى، هو ينفع انترفيس يورث انترفيس؟ اقول لك من بيورث بقى. يبقى سورتبل بيكستند بيورث كومبيرابل. ايوه صح فاليد ماشي، يقدر انترفيس يورث من انترفيس تاني بيكستندز. ايوه صح ماشي. اف يقول لي بابليك انترفيس سورتبل، جميل، بيكستند بيرنت، لا ما ينفعش. خلاص كده يا شباب ماشي، الانترفيس ما ينفعش يورث منين؟ من كلاس، يورث من انترفيس زيه. خلاص ماشي يا رجاله. طيب رقم جي يقول لي كومبارابل ان لوي 1 ايكوال نيو كومبارابل. جميل. ما ينفعش ليه؟ لان ما ينفعش تاخد اوبجكت عند حضرتك منين؟ من الانترفيس، صح ولا لا؟ زي ما ينفعش تاخد اوبجكت من الابستراكت كلاس. جميل يا شباب. يبقى invalid، you can define a variable like in Vue 1 of an interface but you can't create an object of interface type. ده شيء جميل جدا. طيب تعالى حضرتك الانترفيس والابستراكت كلاس، عندي الابستراكت كلاس الفاريبل ما فيش عليها ريستريكشن، انما خلي بالك الانترفيس لازم كلهم يكونوا كونستنتس بابليك ستاتيك فاين. الكونستراكتورز عادي جدا، الكونستراكتورز ار انفوكت باي سب كلاس عن طريق الكونستراكتور تشين، او الابستراكت كلاس ممكن تستخدم بتعمل كونستراكتور زي ما انت، انما في الانترفيس نو كونستراكتورز. خلاص ما اقدرش اعمل انستنسيشن باستخدام النيو اوبريتور. طيب بالنسبه للابستراكت كلاس على الميثودز ما فيش ريستريكشن، عادي شويه ابستراكت وشويه مش ابستراكت، ولو عايز ما تعملش كلهم عادي جدا تعملهم كلهم مالهم امبلمنتيشن مش مشكله. الانترفيس لازم كلهم يكونوا ايه؟ يكونوا ابستراكت. جميل يا شباب؟ في اي مشكله؟ الفرق بس واضح؟ في اي سؤال يا رجاله؟ لا تمام ممتاز. طيب ايه الاختلافات؟ بص يا سيدي، الانترفيس هو قلنا مش كلاس، هو كلاس لايك شبه الكلاس. قلنا كل الميثودز لازم تبقى ابستراكت، قلنا كل اللي فيه كونستنت. خلاص الانترفيس كان بي امبلمنتد اي باي عدد من الكلاس unrelated، مش لازم correlated عادي جدا، انما الابستراكت كلاس بيبقى ريليتد. يعني ايه؟ يعني لما بتقول انيمال ده الابستراكت كلاس، التشايلد الاولاني اسمه كات، الثاني اسمه دوج، يعني من فاميلي. انما كومبيرابل ده انترفيس يقدر امبلمنتو بيرسون امبلوي ستودنت من كلاسز مختلفه عادي جدا جدا جدا. الابستراكت كلاس اقدر اعمله بالكيورد ابستراكت، بيبقى فيه في الطبيعي انه على الاقل بتبقى ميثود عندي ابستراكت خلاص عند حضرتك، وقلنا ما ينفعش تاخد من اوبجكت، وقلنا كان اولسو هاف كونكريت ميثودز، ممكن يبقى في ميثودز لا امبلمنتيشن عادي جدا ولا اي حاجه خالص. ات كان اولسو هاف انستنس فاريبل انلايك، يعني ممكن تاخد منه ايه؟ تستخدمه كديتا تايب خلاص، بس ما ينفعش تاخد منه ايه؟ اوبجكت. كان اونلي كونتين اتس اون كونكريت سب كلاس باي ريكويرنج زيم تو امبلمنت الابستراكت كلاس، يبقى لازم الكونكريت كلاس امبلمنت كل الميثودز الابستراكت اللي موجوده في الابستراكت كلاس، حتى لو مش هيستخدمهم كله بس لازم يعمل لهم امبلمنتيشن. كل كلاس بتشير سنجل روت اللي هو الاوبجكت كلاس اللي هو ابو كل الكلاس، ولكن ذير از نو سنجل روت للانترفيس، الانترفيس مالوش اب، مالوش اب كبير يعني. السيميلاريتيز تشابه بينهم، they can pose place requirement on object of other classes عادي، كنت تعمل اللي انت عايزه خلاص. بوز كان هاف ابستراكت ميثودز، بس خلي بالك الاثنين فيهم ابستراكت ميثود، بس لازم الانترفيس كله يبقى ابستراكت، انما الابستراكت كلاس ممكن يبقى فيه جزء ابستراكت وجزء كونكريت يعني معمول له امبلمنتيشن. ما تقدرش كاريت اوبجكت خلاص او انستنس من الكلاس ولا الانترفيس خلاص ماشي، يبقى تقدر تكريت ريفرنس فاريبل عادي جدا ماشي.
هوس يقدروا يعملوا انهيرتنس عادي جدا. الابستراكت كلاس يورث من كلاس، والانترفيس يورث من ايه؟ من انترفيس، عادي جدا جدا. طيب امتى تستخدم الانترفيس او الكلاس؟ قول لي الابستراكت كلاس والانترفيسز الاثنين يعني متشابهين زي ما شفنا الى حد كبير. طيب ولكن عند حضرتك ان جنرال كده، لو الريليشن عندي سترونج از ا ريليشن شيب، خلاص في بيرنت وتشايلد ريليشن شيب عندي، هعملها موديلنج باستخدام الايه؟ الكلاسز. جميل. زي ايه قلنا؟ زي قلنا في انيمال، صح يا شباب؟ وفي عندي في تحت ايه هيورث منها؟ يا دك يا لاين يا تايجر يا، صح؟ في علاقه بينهم، يبقى تعمل هنا ابستراكت كلاس وتعمل وتورث منه. انما لو عندي ويك ريليشن شيب، خلاص ويك از ا ريليشن شيب عندي، هنقول هنا عندي جيتس ان اوبجكت بيمتلك خاصيه، عندي زي ما قلنا كومبيرابل كوليرابل ايدابل، خلاص ان انت تحرك تعملها انترفيس، وكل واحد بقى انواع مختلفه تمبلمنت الانترفيس ده. على سبيل المثال زي ما قلنا كومبيرابل انترفيس اللي عملناه من شويه، تقدر تعمل تقارن موظفين، تقارن طلاب، تقارن اي حاجه، بيبقى دي كومون لكلاسز كتير ملهاش علاقه ببعض، كلاس كتير ملهاش علاقه ببعض. ده كده الموضوع الثاني اللي هو الانترفيسز. دول شويه كده نصايح لحضرتك يعني وانت بتشتغل. اول نصيحه انك يا سيدي تعمل كل كلاس بيعمل حاجه واحده، ما تجيش تعمل لي كلاس اسمه بيرسون. البيرسون ده مين؟ ده ستودنت ولا ده دكتور ولا ده امبلوي موظف؟ لا، انت كده بتهرج كده، مفيش كوهيرنس. خلاص معايا؟ يبقى دول تقسمهم ثلاثه كلاسز، ما ينفعش يبقى كلاس واحد. You can use a class for students for example, but you shouldn't combine students and staff in same class. زي ما قلنا مش بيرسون، لا اعمل student واعمل staff واعمل employee مثلا. Responsibilities افصلها. جميل؟ يبقى single entity with too many responsibilities can be broken into several classes. يعني ما تعملش كل حاجه في كلاس واحد. طيب على سبيل المثال في عندك string، ده class، وفي عندي string builder ده بيتعامل مع السترينج تاني، وفي string buffer ده كلاس تاني بيتعامل برضه مع السترينج. الله، طب ما كان كفايه يا عم string وحط كل دول جواه. قال لك لا، قال لك السترينج لو انت عايز تعمل حاجه immutable ما ينفعش تعدل فيه، يبقى استخدم السترينج. السترينج builder قال لك لا، لو انت عايز تعمل حاجه immutable يعني تعدل عليه بدل ما كل object يبقى خلاص اللي جواه خلاص، لا اقدر اعدل فيه مش مشكله. السترينج buffer ده بيستخدمه بقى مع الحاجات اللي فيها ايه؟ داتا رايحه وجايه او ستريمز. تمام كده يا شباب؟ او ستريمز، داتا رايحه وجايه، كلاينت وسيرفر، داتا رايحه وداتا جايه وهكذا، ده سترينج بفر. ماشي يا شباب؟ في اي سؤال لحد دلوقتي؟ جميل. يبقى كلاس ار ديزايند فور ريوز او ريزابيلتي، عاده الاستخدام. تعمل كلاس انت تورثه مره واثنين وثلاثه واربعه واعمل اللي انت عايزه. جميل يا شباب؟ فدي اهم خاصيه عند حضرتك. بتيجي تعمل بقى بتورث كلاس، خلي بالك لازم تعمل اوفر رايد للايكوال وتو سترينج عشان تبقى عارف هو ايكوال هو يعني هيساوي بايه، او يشوف ده متساويين بناء على ايه؟ على الجي بي اي ولا على الاسم ولا على الاي دي ولا على السالري ولا تو سترينج. برضه عايز تطبع ايه؟ لان لو سبتها برضه ديفولت هيطبع لك الاوبجكت وجنبه رقم كده رقم الاوبجكت. جميل. الاثنين مثل دول اوعى تنسى انك تعمل لهم ايه؟ تعمل لهم اوفر رايد. جميل يا شباب. لما تيجي تسمي اسماء يعني استخدم اسماء معبره، استخدم الكونفنشن. يعني كلاس قول لك بحرف كابيتال، ماشي؟ على سبيل المثال بعمل ميثود مكونه من مقطعين، بعمل اولها سمول والمقطع الثاني بعمله اول حرف كابيتال زي تو سترنج كده، خلاص بحيث لما ابقى شايف ابقى عارف دي كلاس ولا دي ميثود ولا ايه بالظبط. استخدم وخلي الاسامي مينينج فول معبره، خلاص. استخدم الكونستراكتور عشان تنشلايز الايه الفاريبلز عشان تو افويد بروجرامينج ايرورز، يعني ما فيش فاليو او ديفيجن باي زيرو او الكلام ده كله. استخدم الفيزابيلتي موديفاير، يعني في عندك بابليك وعندك برايفت وعندك بروتكتد، صح؟
وفي الديفولت صح؟ يا شباب قلنا لو حاجه انت عايزها على طول تتشاف بره جوه في اي مكان بابليك، لا في حاجه فيها علاقه انهيرتنس اعملها بروتكتد، في عندك فاريبلز اعمل داتا هايدنج يا سيدي، اعمل ايه؟ اعمل الداتا برايفت واعمل سيتر وجيتر، اعمل سيتر وايه؟ وجيتر، في انهيرتنس وبتاع اعمل بروتكتد اند سو. ماشي يا شباب؟ فدي كده شويه نصايح لسعادتك لما تيجي تشتغل عندي في الكود. خلاص يا رجاله؟ الستاتيك موديفاير بروبرتيز ذات شيرد باي اول ذا انستنس اوف ذا كلاس شود بي ديكليرد از ستاتيك بروبرتي. يعني ايه؟ احيانا انا عايز اعمل جيم اللوجن يا سيدي، بلاش جيم اللوجن، انا عايز فيها ميثود ليها لوجن بيتشيك بقى اليوزر نيم والباسورد وكده، لو صح يدخلك على الصفحه اللي بعديها، غلط ما يدخلش او يديك مسج. انا عايز اديك ثلاث محاولات، فانت رنيت الميثود فيسجل فتعملها ستاتيك، تعمل الفاريبل ده ستاتيك، فعشان لما تخرج من الميثود القيمه الديناميك سايفه، رنيتها ثانيه بقى 2 3 بقى 3 مرات، وبعد كده اقول لك لا خلاص يا حبيبي كده ايه الاكونت عمل له لوك، هتعمل ستاتيك. لو انت عايز حاجه تبقى شيرد باي اول ذا انستنس اوف ذا كلاس شود بي ديكليرد از ايه ستاتيك، بتعمل عندك جيم وعايز تدور ثلاث محاولات، بتعمل الايه الكاونتر اللي هيبقى فيه عدد الترايلز تعمله ستاتيك. واصل يا شباب؟ اتمنى من حضراتكم في الورك شوب تحلوا الاكتيفيتي بتاع ميتنج 6، وان شاء الله احنا عندنا محاضره بكره باذن الله نتقابل في المحاضره بتاعه بكره. في اي سؤال يا جماعه لحد دلوقتي؟ اتفضل يا حبيبي. كده الميدترم يا دكتور جاي لغايه فين ان شاء الله؟ لحد النهارده، لحد ميتنج 6. تمام خلاص، مش احنا عندنا يا جماعه كده احنا في الاسبوع الثالث والميدترم في الاسبوع الرابع. فاحنا بكره يعني انا بكره مش هشرح يعني مش هنشرح حاجه جديده. تمام. طب احنا مش هنحل امتحانات دكتور؟ ان شاء الله هنحل امتحانات باذن الله. طيب تمام خلاص كده؟ ماشي شكرا. ان شاء الله هيبقى العفو. فما تقلقش ان شاء الله باذن الله يعني الدنيا تبقى كويسه ان شاء الله يعني ان شاء الله. ان شاء الله.